في قناة النادي الأهلي أكيد، وألف مبروك طبعا لحضرتك على النتائج الطيبة اللي بتقدمها مع المنتخب الأولمبي. وعايز أعرف من حضرتك إن شاء الله خطتك إيه للمرحلة القادمة مع المنتخب الأولمبي اللي احنا شايفينه كمان بيطلع عناصر مهمة جدا للمنتخب الوطني الأول. الأول يعني كل سنة طيبين طبعا. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وبألف صحة وسلامة. طبعا والشعب المصري كله والناس كلها نتمنى للكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الشفاء العاجل اطمئنان عليه دايما ان شاء الله يا رب. دي اهم حاجه. بالنسبه للمنتخب الحمد لله احنا يمكن وصلنا في مرحله ختام اعداد سنه 2018 طبقا للبرنامج الموضوع المعتمد من مجلس اداره الاتحاد. صحيح. واللي كان فيه انه احنا بدانا من شهر 3 2018 حتى نوفمبر 2018 دول كانوا خمس تجمعات كلهم في الاجنده الدوليه اللي مسموح بيهم باستخدام لاعيبه دوليين او لاعيبه محترفين او لاعيبه في الدوري المصري. قدرنا نلعب فيهم 10 مباريات. كانت المحصله في النهايه ان احنا كسبنا اتغلبنا مباراه واحده وتعادلنا في 3 مباريات وكسبنا 6 مباريات. صحيح. فالحمد لله يعني انا شايفه انها نتائج كويسه جدا اكيد. 15 جون انا شايفه برضه نسبه تهديف عاليه. عدد الاهداف داخل فيها 7 اهداف يعني برضه المفروض نقللها شويه عن كده في المباريات، لكن معظم المباريات تقريبا يمكن باستثناء مباراه واحده ولا حاجه كان كله فيها تهديف وفيها عرض اهداف وفيها نسبيه. فالحمد لله ومع مدارس كرويه كلها مختلفه يعني. صحيح. لعبنا مع فرق من اسيا، لعبنا مع فرق من اوروبا، لعبنا مع فرق من افريقيا، لعبنا مع شمال افريقيا اللي دايما احنا كنا في السواد ما بنرضاش نلعب مع شمال افريقيا للحساسيات اللي موجوده والضغط اللي موجود بيبقى على الجانب المصري في المباريات دي بالذات كانت تونس الجزائر المغرب. فالحمد لله ان احنا بنكسر الحده في المواضيع دي. اكيد. كنا بنبعد عنهم ولما بنيجي ساعه المؤسسات الرسميه ومفاجأة بمستوى احنا ما شفناهوش قبل كده. الحمد لله ان احنا حاطين ايدينا على كل حاجه. صحيح. كابتن شوقي غريب، بالنسبه للتعاون مع اجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، ازاي بيكون في تعاون بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الوطني، وازاي المنتخب الاولمبي بيفرز لعيبه وعناصر مهمه ان شاء الله تكون 75% زي ما حضرتك اتكلمت وقلت من قوام الفريق او قوام المنتخب باذن الله في المونديال القادم. شوف حضرتك هو من اول يوم جه في مصر اجيري وكان في طبعا مونسيال بوليفا بيبقى في عقد اجتماع مع مصر اجيري جهاز معاهم كله بالكامل. قعدنا مع بعضه قعدنا فتره طويله اتناقشنا في طرق اللعب، اتناقشنا في احتياجات المنتخب الاول، اتناقشنا في طرق التدريب. كان في حاجات عقد طبعا هو كان يرغب ان يحضر التدريبات عندنا وانا اروح اشوف التدريبات هناك. طبعا هي عقد لان احنا الاثنين بنبقى في الاجنده الدوليه في ميعاد واحد. هي دي بس الحاجه الوحيده، لكن اتناقشنا في كل حاجه بالنسبه للمنتخب. برضه قال لي على بعض اللعيبه اللي هو حاططهم في منظار او تحت رؤيته بعد ما شاهد المباريات. الحمد لله هو ماشيين بحاجه. المنتخب الاول بيلعب ماتشات رسميه، احنا بنلعب ماتشات روتين، ماتشات روتين للاعداد. طبعا هو له الاهميه المنتخب الاول طبعا. اللعيبه كلها تبقى موجوده، يمكن لاول مره ان يبقى عدد اللعيبه الدوليين اللي بيشاركوا بصفه بقى. انا عايز اقول ايه، مش مجرد ان انا اروح المنتخب الاول، اروح ويبقى لي دور. صحيح. العب. صحيح. يمكن الماتش الاخير اشتراك 3 لعيبه في مباراه تونس في الوقت اللي كانت فيه النتيجه 2-2، دي جرأه من مصر اجيلي بصراحه انا بقولها. اكيد. وده جرأه منه انه يشرك 3 لعيبه ومصر تفوز، وده حاجه جميله جدا الفوز. الحاجه الثانيه في انك عناصر ثانيه زي رمضان صبحي وزي محمد فضل، يعني في 5 عناصر بعتبرهم دول بصفه اساسيه مع المنتخب الاول، دول بيمثلوا اكثر من تقريبا ربع للتيم. فده حاجه انا بعتبرها حاجه كويسه جدا للمنتخب الاولمبي ان احنا خلال الفتره الاخيره كنا عندك افراز لهذا العدد، وفي لعيبه ثانيه هو حاطط يعني رؤيته لهم ونظره لهم هيتابعهم خلال الفتره اللي جايه، ممكن يستعين بهم في مباراه النايكر. بعد كده ممكن يستعين في
بطوله افريقيا اللي في الكاميرون باذن الله في يونيو. دي هتبقى عندنا احنا مباريات في التوقيت ده، لكن الاولويه للمنتخب طبعا زي ما احنا متفقين. صحيح. مفيش اي يعني الحمد لله بتسود العلاقه والحب وال اكيد، وسواء مع جيل او مع هاني رمزي او مع الجهاز كله بالكامل. اكيد اكيد بالكامل يعني. شيء طيب وشيء كويس يعني. اكيد. كابتن شوقي، كنت عايز اسال حضرتك برضو عن قرار انضمام رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي للمنتخب الاولمبي، هل القرار ده جه في الساعات الاخيره ولا كان في دراسه للقرار ده من البدايه؟ لا انا بصي لحضرتك، انا الحمد لله ما فيش اي حاجه في الساعات الاخيره، اي حاجه لازم كلها مترتيب وكلها نظام وكون مدروسه وكون طول عمري في شغل كده. بالنسبه لرمضان صبحي كنا بنتكلم الاول في مباراتين الامارات انه ممكن يجي يلعب معايا، وكان في اتفاق، بس احنا ما بنعملش اتفاقات معلنه خالص. ان حسب حالته الطبيه في النادي، حسب حالته الطبيه في النادي بس تسمح ان احنا نقدر نستدعي. لما جينا في المباراه الثانيه كان في اتصال مع مستر اجيلي وهو برضه ان احنا نشوف الوضع ايه، طالما مش هيبقى مع الفريق الاول احنا نقدر ناخده ونجهزه. كان في اتصال مع الاداره الفنيه في النادي بتاعه، وكان الاتفاق انه له برنامج للتدريب وبرنامج للمشاركات. لو شفتي رمضان لعب في المباراه الاولى 75 دقيقه، صحيح، ولعب في المباراه الثانيه 85 دقيقه، صحيح، يعني في تدرج في المشاركه. الحمد لله ظهر رمضان كويس جدا جدا. رمضان اصلا عنده يعني حاجه كده رباني، يعني مش بتاعتنا، ناس بتحبه. هو كمان يعني ما تحسيش بيه في المعسكر خالص، تحسي ان هو قائد مع الفريق، تحسي تعليمات بتصدر مننا لا بتنفذ، كان برنامج اذا كان اي حاجه، اللعيبه كلها بتحبه ومتلميه حواليه. صحيح. وكان يعني عايز اقول ان لو تشوفي رمضان في المعسكر اللي فات ما تقوليش ان اللاعب ده، خليني اكون صريح معك يعني، هو لسه ما كملش 20 سنه ولا عنده 20 سنه. صحيح. لعب كاس عالم ووصل لعب في افريقيا وطلع تاني افريقيا في المنتخب وشارك مع النادي الاهلي في بطولات كثيره. صحيح. بيلعب بره في انجلترا في الدوري رقم واحد في العالم. صحيح. بس للاسف يا كابتن شوقي يعني احنا ما بنشوفش رمضان صبحي بيشارك مع فريق هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي، هل ده يمكن سبب عدم انضمامه للمنتخب الوطني الاول؟ لا، هي الاصابه هي سبب عدم انضمامه. لانك انت لو جيتي قلتي ان عدم انضمامهم وعدم اللعب، في لعيبه كتير ما بتلعبش ما بتشاركش بصفه مستمره وبتنضم للمنتخب. فلما هنشيل حته ان هو ما بيلعبش بصفه مستمره، لكن خليني اقول لحضرتك اذا كان رمضان لو انا بقول لك الاصابه وده انا شيء متاكد منه، لو في حد بيقول لا ده ما بيشاركش وكده، طب رمضان كان قدامه الطريق انه يروح اكتر من دوري في اوروبا مع انديه اقل بكتير ويشارك. يعني خلينا اقول ان رمضان لما جه يخطو خطوه الاحترافيه خطى الخطوه الاولى بتاعته في الدوري الاول في العالم. صحيح. يعني خلينا اقول ايه، ان كان من الممكن يتنقل يطلع الاول يروح بلجيكا، وبعد بلجيكا يروح بلد اليونان، وبعد اليونان يروح مش عارف فين، وبعدين يروح ثاني بقى في الاخر خالص يروح انجلترا. لكن هو بدا من يعني بدا من حيث ينتهي الاخرون. يعني من عليك ايوه، انت جبت الخلاصه اللي انا اقدر اقول، هي الكلمه دي صح، من بعد ايه هي دي اللي انت قلتيها، هي اللي هي نقدر نقول ان هي دي فعلا. واضح يا كابتن شوقي ان حضرتك مؤيد جدا لقرار رمضان صبحي ان هو يفضل في النادي بتاعه حتى لو مش بيشارك. طبعا مؤيد طبعا جدا لقراره ده. طبعا مؤيد جدا وسعيد جدا. ورمضان في النادي بتاعه ده يعني خلينا نقيم رمضان عنده 20 سنه. صحيح. احنا ولسه العمر قدامه. ان شاء الله هو موهبه كبيره. صحيح. ان رمضان بقى خلاص ده على يعني وصل بقى لسن هيبطل لا، رمضان عنده 20 سنه يعني، واللي حصل معاه لو كان حصل مع لعيب ثاني بتهيألي كان بطل كوره. انا كلمت بصراحه يعني انه يلعب كاس عالم وانه يلعب بطوله افريقيا وانه ياخد مع الاهلي بطولات وانه يلعب في الدوري الانجليزي، كل ده هو اقل من 20 سنه، بيتهيألي شيء صعب في الكوره. او خليني اقول لك بصراحه بقى، ما حصلتش مع لاعب مصري نهائي خالص. صحيح. يعني هو يمكن اول لاعب مصري يعني يبقى بالحجم الانجازات دي كلها في السن الصغير ده. صحيح.
صحيح. طيب كنت عايز اسال حضرتك برضو، احنا عندنا اكيد مشكله اكيد حضرتك شايفها في خط الهجوم في منتخبنا الوطني الاول، لكن المنتخب الاولمبي طبعا عنده صلاح محسن، عنده طاهر محمد طاهر، عنده مصطفى محمد، عنده وفره في المهاجمين. المهاجمين دول هيروحوا للمنتخب الاول ان شاء الله عشان يقدروا يدعموا المركز ده ويستفيد بيه المنتخب الاول. طبعا ما هو لو انت شفتي هو اختيارات مصر الجديد كان صلاح محسن وكان طاهر محمد طاهر، باذن الله يبقى في رمضان باذن الله في من الناس بقى اللي بتلعب كلها في الجزء الامامي، محمد محمود صحيح موجود، في ناصر منسي، في مصطفى محمد، في ناصر ماهر، في مجموعه كبيره يعني، في مجموعه كبيره اللي بتلعب في الجزء الامامي كلها. الجزء دول كلهم بيلعبوا في الدوري المصري صحيح، بيدخلوا الدوري المصري وهو عينه عليهم ولو الاختيار فيهم يعني. يعني انا شايف دول حوالي 6 أو 7 لعيبه هو خد منهم 4 ولا 5 لعيبه. لا لو انت طلعت كل اختياراته في الخط الامامي يعني صحيح، كل اختياراته من المنتخب الاولمبي صحيح، اذا كان في خط الهجوم كان محمد محمود او اذا كان طائر او اذا كان صلاح محسن او اذا كان الفكر في رمضان وناصر مال او فكر وناصر او اي حد من الناس الثانيه او محمد صادق، فكل دول بيلعبوا في الجزء الامامي يعني اللي هم لاعبين وسط ملعب مهاجمين ومهاجمين اصلا. وده اللي كمان هو بيفكر فيهم مع تدعيم فرقته خلال المرحله اللي جايه. هو عنده ذخيره بتاع المنتخب الاولمبي اللي هيقدر يستخدمه، وده عشان كده انا قلت باذن الله احنا ننتظر في كاس عالم باذن الله 2022 يا رب باذن الله مصر تكون موجوده. هتلاقي 75% من المنتخب الاولمبي كلهم عناصر اساسيه او عناصر صحيح متواجده. صحيح يا كابتن شوقي، حضرتك دلوقتي اللي بتعد لمنتخب المونديال القادم مونديال 2022. يعني خلينا اقول ان محطه الاداره الاولمبيه اللي هي 2020 في طوكيو والتصفيات المؤهله في مصر باذن الله وصولنا هناك هي اللي هتدعم اللعيبه دي ان مستر اجيري يكون عينه عليهم خلال صحيح السنتين بقى اللي هي من 2020 لايه؟ ل 2022 اللي يقدروا يبقوا كلهم متواجدين في المنتخب الاول. صحيح. شهر يناير وشهر فبراير اللي جايين في تجمعات للعيبه المنتخب الاولمبي، لكن مواليد 97 او بيلعبوا في دوري 97 مش اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز طبعا عشان التوقفات، ما فيش توقفات دوليه تاني ولا طبعا اللعيبه المحترفه. اكيد يعني بصي يعني صعب ان احنا نقعد شهرين او 3 شهور من غير ما نلعب الكلام. انا كان عندي اقتراح ويمكن كلمت فيه المهندس هاني ابو ريده وكلمت دكتور كرم ان انا خلال الشهر ده ان شاء الله حتى كل 15 يوم اجمع اللعيبه لمده 24 ساعه. يعني الوقت اللي ما بقاش فيه تمرينات او وقت يكون فيه معاد مباريات بالفصل الزمني بين المباريات والمباريات في الدوري اجيب اللعيبه اللي كانت موجوده معايا في اخر معسكر نقدر نعمل لهم حوالي يعني 24 يعني يوم واحد يتمرنوا معانا وتاني يوم يتمرنوا ويمشوا يروحوا انديه. بالنسبه للعيبه الثانيه اللي هي مواليد 97 او لعيبه الدرجه الاولى هيكون باذن الله اخر مباريات مواليد 97 هتبقى يوم 5 يناير. ومباريات الدرجه الاولى في يناير هيبقى في ايقاف بين الدور الاول والدور الثاني. اللاعبين المميزين في الثلاث مجموعات في الدرجه الاولى واللعيبه بتوع 97 المميزين في انديتهم والمميزين في انديتهم ده انا بعلنها بقولها هتبقى من اختيار مدربينهم مش من اختيارنا احنا. يعني المدربين بتوعهم هم اللي رشحوهم هنجيبهم ونعمل لهم برضو معسكر كامل كده عدد ايام قليله ونلعب فيه مباريات محليه او نلعب فيه مباريات بينهم وبين بعض او مع فرق من انديه الدوري ونبدا نحط علينا لان لاحظي ان احنا لغايه شهر 3 من ممكن ان احنا نلاقي لعيبه افضل من اللعيبه اللي بتلعب. صحيح يعني صحيح ما هو لازم برضه تدي الرؤيه لكل الناس اكيد وده حقنا ان احنا بنشتغل عشان نشوف الناس دي كلها. صحيح. اتمنى باذن الله ان احنا نقدر نحط ايدينا على عناصر ثانيه ممتازه تنضم للفريق او من الدرجه الاولى تيجي تنضم للمنتخب وممكن من المنتخب تنقل لانديه في الدوري يبقى ده حاجه كويسه. صحيح، كل التوفيق ليك كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي. كل سنه وحضرتك طيب، منورنا دايما في قناه النادي الاهلي. نرجع مره ثانيه ونكمل معاكم اخبارنا واخبار محترفينا في الخارج.